أسأل المشاهدين نروح حق تقاريرنا وسلبيات. أحد المسؤولين في جامعة الكويت ويشرف على الكلية اللي بالجابرية هناك عندهم مواقف للسيارات حلوة، عمارة حلوة لمواقف السيارات شيء جميل، ترك مواقف الدنيا كلها وخصص له موقف حقه مسؤول في الجامعة، من حقه. لكن مو من حقك يا معالي المسؤول انك توقف في مواقف المعاقين وتشيل لافتة المعاقين وتقول هذا موقف خاص لي، لانك مسؤول وكان المفروض انك مسؤول تطبق القانون على نفسك. تقول اين الدليل؟ هذا الدليل. ومنا يعتبر هذا بلاغ ورسالة الى مدير جامعة الكويت للتحقق من هذا التقرير، واعطني هذا التقرير عن المسؤول الكشخة. دكتور ابو احمد من مصافط متعدد ادوار كليه الطب جامعه الكويت الجابريه. طبعا مصافط اللي برا كلها متروسه ياخذون المرضى، مصافط اللي داخل طبعا لما توصل طابق العاشر المحاضره راحت عليك، ماكو مصافط. هني حاطين هذيلا كل المعاقين، هذا صافط بدون علامة معاق، تروح اسأل حارس يقول هذا لأن نائب مدير الجامعة. طيب وين القدوة؟ لا مدير جامعة اسمه طهيم. تبون أعلق؟ شو تعلق؟ منا إلى مدير الجامعة للتحقق من هذا التقرير. اللي بعده